تابع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من خلال إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية عن كثب الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع المنظمة العربية الهلال الأحمر والصليب الأحمر والهلال الأحمر المصري، كما أن هناك تواصل مستمر مع وزارة الصحة بدولة فلسطين للتعرف على احتياجاتها الطارئة والعاجلة لدعم القطاع الصحي بفلسطين والعمل على توفيرها. وتعمل الإدارة بشكل مستمر على تعميم احتياجات وزارة الصحة الفلسطينية على وزارات الصحة والجهات المعنية في الدول الأعضاء للعمل على توفيرها في أسرع وقت ممكن